النهارده باكت مكرونه اي نوع انت بتفضليه. احنا النهارده معانا سباكيتي، هنحتاج بصلايه مفرومه، كوبايه من عصير الطماطم، معلقه كبيره من الصلصه، هنحتاج كوبايه كريمه طهي او معلقتين قشطه، رشه سكر، مكعب مرقه، ملح وفلفل اسود. وللكفته بتاعتنا النهارده هنحتاج نص كيلو لحمه مفرومه، بصلايه كبيره مفرومه ومتصفيه، فصين من الثوم المفرومين، بيضه، مكعب من الزبده، نص كوبايه بقسماط مطحون، ورشه من البيكنج باودر، وعندنا كمان نص معلقه صغيره كزبره ناشفه، ونص معلقه صغيره بابريكا مدخنه لو متوفره، وملح وفلفل اسود. دي يا جماعه مقاديرنا، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. بدايه بما ان الوصفه مكرونه بالكفته، فتعالوا طبعا نبدا الاول بالكفته. عندي مكونات الكفتة: لحمة مفرومة وبصل مفروم ومتصفي، ثوم، شوية بهارات، ومعانا مكعب زبدة، ومعانا بيضة. مكعب الزبدة طبعا اللي هنشوح فيه الكفتة، فده مش معانا دلوقتي. تعالوا بينا بقى ايه نبتدي ناخد كده الكبة او بايدينا اللي متوفر عندنا. انا هحطهم في الكبة عشان اخلطهم كويس مع بعض. هحط نص كيلو اللحمة، وابتدي احط البصل، بصلايه متصفيه، هحط البقسماط المطحون، وادي بيضه، بريكه حطينا ملح وفلفل، وادي كمان البيكنج باودر، وادي الثوم، وادي الكزبره. كده احنا حطينا كل المكونات بتاعه الكفته اللي كانت ظاهره معانا على الشاشه، فيما عدا طبعا الزبده اللي هنشوح فيها الكفته. تعالوا بينا بقى نخلط الكلام ده كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاجة اكتر من كده ان انا اخلط كل مكونات الكفتة مع بعض. ينفع من غير كبة؟ طبعا ينفع جدا ان انا اعمل الكلام ده واعجنه بايديا، بس هنعجن شوية حلوين. بكده بدأنا نعمل الكفتة. زي ما انتم شايفين لما الكفتة بتتعجن كويس قوي بتبقى ملسة خالص بالشكل ده. هكور بقى كل الكمية بنفس الحجم، لازم يبقى كله بنفس الحجم علشان تطلع شكلها في الاخر حلو قوي وكلها قد بعضها. كورت الكفته وخليتها كلها كور متساويه الحجم. بينا بقى ايه نشوف هنعمل فيها ايه. يلا اللي لسه فاتحين معانا دلوقتي، احنا كنا او بنعمل وصفه مكرونه بالبينك صوص مع الكفته. النهارده حطينا نص كيلو لحمه مفرومه مع حوالي 3 4 معالق من البقسماط المطحون، بصلايه مفرومه ومتصفيه، حطينا فصين ثوم مفرومين، نزلنا بالبهارات ملح وفلفل وكزبره، وحطينا كمان بابريكا، وحطينا ايه بيكنج باودر. كل الكلام ده ضربناه كويس قوي في الكبه، نعمناه خالص، وبعدين كورناهم كور متساويه. هنروح بقى لصينيه بتاعتنا او الحله بتاعتنا اللي حطينا على النار اللي هنعمل فيها كل الوصفه. تعالوا بينا يلا نحط ايه، الطاسه سخنت، فتعالوا نحط معلقه زيت الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. نمتص بيها بس السخونيه، ونحط مكعب الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي انزل الكور بتاعه الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عايزين ندي الكفته تشويحه محترمه. اكله في حله واحده، اكله خطيره طعمها حلو جدا، وفي حله واحده هتنجزيها على طول، وبجد الطعم حكايه. زي ما انتم شايفين كده احنا بنقلب الكفته على النار تتشوح، تاخد لون حلو قوي قوي. هي مش هتستوي سوى كافي، احنا بس عايزين نديها تشويحه تمام قبل ما نبتدي نرفعها من النار.
طبعا الكفتة متحبشة تحبيشة محترمة، محطوط لها البصل والثوم، محطوط لها بيضة، سنقول ان احنا حطينا بيضة كمان وبقسماط، فكل ده بقى مع البيكنج باودر والبهارات مديلها اولا قوام حلو قوي قوي، مش هتكش منك بسهولة. ثانيا مديها اكيد طعم وريحة هايلين جدا. زي ما شايفين كده بدأت الكفتة تاخد لون التسوية من جميع الجهات، وده المطلوب طبعا. المكرونات عامة من الحاجات اللي كلنا بنعشقها، مين فينا ما بيحبش المكرونة بأشكالها وألوانها، بالوايت صوص وبالريد صوص وبالبينك صوص، ومحمرة من غير صوص خالص، فكلنا بنعشقها. فعشان كده هنعمل النهاردة الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. يلا احنا كده خلاص خلصنا الكفتة، ادينا لها لون حلو قوي زي ما انتم شايفين كده لونها خطير. طيب في نفس المكان بقى اللي احنا عملنا فيه الكفته علشان ناخد من الطعم الجميل بتاعها، هبتدي اشوح معاكم البصلايه. وهنا مش عايزه اخلي البصلايه تحمر، احنا عايزينها بس تدبل كده عشان تفضل طعمها معايا مسكر. مجهزه معلقه من الصلصه، حلو قوي كده، يلا بينا. معلقه صلصه، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عصير الطماطم، طيب وهنغطي بس كده، مش عايزين الطماطم تبهدل لنا البوتاجاز، غطي عليها بس حاجة بسيطة علشان تبتدي الطماطم تتسبك معانا. فاضل معانا من المقادير مكعب مرقة ورشة من السكر، ورشة السكر هتعمل تعادل كده في الطعم، ما يبقاش نسبة الحموضة بتاعة الطماطم عالية معانا. فتعالوا بينا يلا. نجهز كمان المية المغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. على طول هنحط بقى ميه مغليه بعد ما الطماطم تتسبك، وندي مكعب المرقه وكمان رشه السكر، واظبط ملح وفلفل. لو فاكرين احنا كنا تبلنا الكفته بتاعتنا خدت ملحها وفلفلها، بس احنا محتاجين نتبل الصوص ده علشان المكرونه نفسها كمان تبقى متظبطه بالملح. وادي رشة من الفلفل الاسود. طيب كده الخليط هيبدأ يغلي دلوقتي، هننزل عليه الكفتة. يلا بينا. واي سوائل نازلة او دهون نازلة من الكفتة هنزلها على الصوص، ونسيب بقى الكفته بتاعتنا دي تغلي غلوتين ثلاثه كده علشان خلاص تستوي. بما اننا قلنا بقى ان احنا هنعمل الوصفه كلها في حله واحده، فالمكرونه معانا مش مسلوقه، بس لو انت عايزه تسلقيها اسلقيها تلتين سوا، وتكوني مجهزاها عشان تنزليها في الصوص، بس مش هنحط كميه الميه دي كلها، نحطين الميه دي كلها علشان هنسوي فيها المكرونه، هتبقى نسبه الميه هنا قليله جدا جدا. فتعالوا بينا بقى نجهز كده المكرونه، انا هقسمها نصين عشان ما تبقاش بالطول ده كله. احنا معانا النهارده مكرونه فيتوتشيني. واخدها بقى علشان لما الكفته تاخد
غلوتين ثلاثة كده وتدخل في التسوية بتاعتها وتبقى خلاص تمام. عايزة أقول لكم بقى أن طعم الكفتة نفسه بقى لما تستوي كده في الصوص هتخلي الصوص نفسه طعمه حلو جدا جدا. فأخدنا طعم الكفتة كله في الصوص اللي هتتشربه المكرونة، فليكم أن تدركوا بقى أن المكرونة نفسها يبقى طعمها عامل إزاي، هتبقى حلوة جدا جدا. بينا يلا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا تمام جدا، لون الصوص حلو قوي. هننزل بقى المكرونه. وهنا بقى في تكايه في التسويه هقول لك عليها. اولا لازم نقلب كويس علشان اخلي الصوص نقول ايه يغلف المكرونه كلها، ما اسيبش المكرونه كده على بعضها لانها هتلزق في بعض، فلازم نقلبها علشان تبقى مفلفله ما تبقاش معجنه ولازقه في بعض. دي حاجه. حاجة تانية ان انا مش هسيب المكرونة طول الوقت على النار، علشان كده قلنا نسوي الكفتة شوية الاول وبعد كده هستنى المكرونة تغلي كويس قوي قوي، تقعد على النار كده 3-4 دقايق تغلي، وبعد كده هروح طافية عليها النار واغطيها واسيبها شوية. تمام؟ يبقى مش هفضل سايبه المكرونه طول الوقت على النار علشان ما تلزقش معايا وتشيط. اللي هنعمله ان احنا هنسيبها 3 دقايق على النار بتغلي، وبعد كده هطفي واسيبها متغطيه وارجع لها تاني بقى علشان اديها غلوه بقى مع الكريمه. دي اخر خطوه والتقديم مباشره. انا دلوقتي خلاص هطفي على المكرونه واسيبها كده ايه في الصوص بتاعها وفي الحراره مقفول عليها ومتغطيه علشان تبتدي تستوي في الحراره بتاعتها من غير ما تكون على النار وتلزق وتشيط مننا. ايه رايكم نبص عليها بصه وبعدين نغطي عليها ونطفي؟ بصوا، اهم حاجه في الموضوع ان المكرونه تبقى مفلفله من بعض مش كتله لازقه في بعضها، دي اهم حاجه. هايل، يلا بينا بسرعه نطفي. نغطي الاول ونطفي النار ونسيبها وبعدين شويه 10 دقايق بالكتير وارجع لها تاني علشان احط لها الكريمه واديها غلوه وبسرعه نغرفها ونقدمها بالف هنا. جايبين المكرونه طفينا عليها وغطيناها وسبناها خالص، قلنا تقعد 10 دقايق كده متغطيه علشان تستوي من غير ما تلزق ولا تشيط. دي حاجه اساسيه جدا، طريقه تسويه سهله وبسيطه وما تقعدهاش على النار، فتوفير كمان للغاز. هنبص عليها بصه مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، يعني احنا طافيين عليها بس الحراره تمام، ابتدت خلاص، فاضل لها تكايه واحده هغطي واسيبها شويه. مش ممكن، خطيره. احنا ممكن نقدمها كده يعني لو ما عندناش كريمه في البيت هي كده زي الفل، طعمها حلو جدا وشكلها يفتح النفس. بينا بقى، فاضل لنا فيها خطوه واحده بس. احنا طبعا خليناها تغلي دقيقتين بس على النار وبعدين رحنا طافيين ومغطيين عليها وسايبينها في الحراره تستوي منها فيها، مش عايزين نفضل شغالين عليها لان المكرونه من الحاجات اللي مليانه بالنشا، والنشا بيبقى بيرقد تحت على طول في قاع الحله وبيخلي الطماطم طبعا مع الطماطم فبيعملوا على طول شياط وبيغيروا لي طعم الحاجه. علشان كده انا دايما بحب اسوي المكرونه بالطريقه دي اللي هي مجرد ما بحطها في الصلصه وتغلي غلوتين اطفي عليها واغطي واسيبها 10 دقايق ارجع لها الاقيها استوت الحمد لله بدون ما تشيط ولا اي حاجه. بصوا بقى الجمال، بصوا بصوا الارضيه من تحت عامله ازاي، فل اهي شايفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. والمكرونه مستويه واخر جمال. زي ما قلت لكم تقدروا تقدمي المكرونه كده، انا ما عنديش كريمه وعجبتني قوي الوصفه، ينفع اقدمها كده؟ طبعا ينفع بقى، يلا قدميها ورشه بقدونس عليها ولا كزبره خضراء وبالف هنا وشفا. بس احنا النهارده قلنا نعمل مكرونه بالبينك صوص، علشان كده هندلعها ونحط لها ايه كوبايه من الكريمه. نولع تاني النار بقى. انا حطيت الكريمه، انا محتاجه بس هي غلوه وعلى السفره مباشره. طيب انا مثلا بعمل الغدا من بدري وهستنى الولاد لما يجوا ولا باباهم يجي من الشغل، فاحنا ممكن نوقف عند الكريمه نعملها زي ما هي بالظبط كده، وبعدين لما اجي اقدم بقى اروح احطها تاني على النار واحط عليها الكريمه تغلي ونغرف على طول وناكل بالهنا والشفا. شايفين، انا عايزه اقول لكم ريحتها خطيره بجد، ريحتها حلوه قوي قوي. بينا ناخد مكرونتنا الخطيره علشان نغرفها، ريحتها تجنن بجد. طبعا سخنه جدا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
نظبطها بقى. ايه رايكم؟ الدنيا شكلها حلو قوي قوي قوي، والصوص خطير، والطريقه سهله وفي حله واحده. طبعا حابين كمان مش مجرد اقتصادي في الوصفه، ده اقتصادي كمان في المواعين. الدنيا بقى دخلت على البرد والسقعه وكده. ننضف بس طبقنا. رشه كزبره خضراء هتدي ريحه حلوه قوي، تكسر اللون، وكمان الطعم بيبقى حلو قوي.